Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، تعالوا بينا مع بعض نكمل السلسلة اللي احنا بدأناها بقالنا 5 حلقات واللي بنراجع فيها قبل ما ندخل المنهج إن شاء الله. واللي مش متابعنا من الأول ممكن يدخل على الرابط اللي فوق دي عشان يتابع معنا من الأول إن شاء الله. وطبعا في البداية بحب أشكر كل الناس اللي اتفاعلت معنا وجاوبت على أسئلة الحلقة اللي فاتت، وشكر مخصوص للطالب عبدالله. فالنهاردة إن شاء الله مش أنا اللي هجاوب على أسئلة، ولكن هعرض إجابات الطالب عبدالله معنا وهو بيجاوب على الأسئلة بتاعة الحلقة اللي فاتت. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا النهاردة جاي جواب على questions بتاعت مستر محمد طلحة في الآية الخامسة. الحلقة هي عنوانها how to make a question، يعني ازاي تكون سؤال. الإجابة الأولى yes he is at work، بدأ ب yes فانت هي دي yes or no question، فهخلي الفعل المساعد اللي هو is الأول، وهنجيب الفاعل أو السبجكت اللي هو هي بعد الفعل المساعد هتبقى is he at work. بالنسبة لتاني حاجة، مدام في yes يبقى هي yes or no question، تمام؟ وقال لك my favorite yes my favorite subject is English، يبقى هنجيب الفعل المساعد اللي هو is الأول، تمام، وهنجيب الفعل اللي هو subject اللي هو English هبقى is English. وطبعا هنا my مدام في الإجابة هي my يبقى في السؤال هتبقى your، يبقى is English your favorite subject. تمام. بالنسبة للسؤال الثالث no I am not playing tennis، or في البداية والفعل اللي هو subject يبقى you، يبقى are you playing tennis. طبعا بالنسبة للسؤال الخامس، في السؤال الخامس بقول no he will watch TV. طيب فالمفروض no يبقى بعد الفعل المساعد will not، فهي ما فيش، فانت هتضطر الى تغيير الفعل الاساسي اللي هو watch TV، فهتحط بداله اي فعل. طبعا هنعمل زي الجملة، بعدين في no يبقى ده yes or no question، تمام، فهتعمل ان انت تحط الفعل المساعد الاول will he، وتحط اي فعل تاني مثلا will he read، no he will watch TV، يعني هل هو سوف يقرأ، لا انه سوف يشاهد التلفاز. طبعا الشكر موصول للطالب عبد الله، واتمنى ان الكل ان شاء الله يحاول يسجل لنا الاجابات فيديو عشان نعرضها في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. طبعا النهارده بنكمل هاو تو ميك ا كويستشن، ازاي نعمل سؤال، وده من خلال السؤال بالفعل المساعد. بشكل ما قلنا الحلقه اللي فاتت ان احنا عندنا تو كايندز اوف كويستشنز، يعني نوعين اتنين من السؤال. The yes and no question، السؤال اللي اجابته ب yes و no، يعني اللي هو يبدا ب helping verb فعل مساعد. والنوع الثاني هو WH question، السؤال اللي بيبدا باداة استفهام. وطبعا قلنا سواء السؤال بيبدا باداة استفهام او بيبدا بفعل مساعد، فاحنا في كلا الحالتين محتاجين نعرف ايه هي الافعال المساعده. عشان كده بنكرر مره واثنين وثلاثه وعشره ان انا لازم احفظ الافعال المساعده شكل اسمي. خدنا الحلقه اللي فاتت ازاي اعمل سؤال بفعل مساعد لما يكون الفعل المساعد بتاعي verb to be or modal verb، لما يكون verb to be او فعل ناقص، ولما يكون الفعل الاساسي بتاعي هو verb to do. النهارده ان شاء الله هنكمل مع ال yes and no question لما يكون الفعل بتاعي هو verb to have. شكل ما قلنا قبل كده في النفي ان لما يكون الفعل بتاعي verb to have فهو بيجي على شكلين اتنين، اما ان انا هلاقيه فعل اساسي يعني مش هلاقي وراه اي فعل تاني، او ان انا هلاقيه فعل مساعد يعني هلاقي وراه فعل تاني. وشكل ما قلت لك انا هنا ما بسألكش الجملة دي في زمن ايه، لان في ازمنة طبعا انت لسه ما خدتهاش، لكن انا بتكلم عن قاعدة عامة، وهي قاعدة ان انا اعرف اعمل سؤال بفعل مساعد بدون معرفة الزمن اللي قدامي ده. لما هلاقي verb to have جاي كفعل اساسي يعني مفيش فعل وراه، هنا هقول له لا انا مش هقدر اخده واعمل بيه سؤال، لان لو خدته هنا مش هسيب فعل اساسي في الجملة. فبالتالي قال لي بجيب do او does او did مكان have او has او had، ورجع have او has او had لهاف، لان شكل ما قلنا ان do does و did لازم يجي وراهم الفعل في المصدر بدون اي اضافه. طيب امال لو كان verb to have يعني have و has و had جايه كافعال مساعده، وقلنا يعني قبل كده جايه كافعال مساعده يعني جاي وراها فعل اخر، قال لي في الحاله ديت لو الاجابه بتاعتي بيس و نو باخد have و has و had وعادي جدا بعمل بيهم سؤال. For example على سبيل المثال when I say yes I have a car، yes I have a car and yes I have got a car، الاجابتين الاثنين معناهم ان نعم انا عندي سيارة. طب يا ترى لما اجي اعمل سؤال في الجملتين اتنين هيبقى هو نفس السؤال؟ لا طبعا، في الجملة الاولى بيقول لي yes I have a car، طبعا الاجابة هنا بيس معناها ان انا هسأل بفعل مساعد هروح هلاقيه have، بس قلت لما الاقي have وhas وhad بستنى شوية يا ترى جاي وراهم فعل تاني
ولا مش جاي. هنا مش جاي وراها فعل اخر، فبالتالي ما اقدرش اخدها واعمل بيها سؤال، يعني ما اقدرش اقول have you a car، هقول لك لا كده الاجابه خاطئه. طب امال؟ قال لي طالما have هجيب مكانها do، ويبقى السؤال بتاعي do you have a car، do you have a car. ده بالنسبه للسؤال الاول. اما في الاجابه الثانيه اللي كان بيقول لي yes I have got a car، هنا الاجابه بيس، يبقى انا هروح اشوف الفعل المساعد بتاعي، هروح الاقي have. طب يا ترى جاي وراه فعل اساسي؟ هقول ايوه طبعا جاي وراه فعل اساسي اللي هو got، فبالتالي عادي جدا ان انا اخدها واعمل بها سؤال، فبالتالي هيبقى السؤال have you got a car، have you got a car، يعني هل انت عندك سيارة. يبقى لاحظ السؤالين اختلفوا على وين الإجابة واحدة. السؤال الأولاني ما قدرتش أخد هاف وأعمل بها سؤال لأن مش جاي وراها فعل أساسي، أما في الإجابة التانية خدت هاف وعملت بها سؤال، لما حد يسألني ليه هقول له لأن سايب وراها فعل أساسي اللي هو كلمة got. Another example، مثال تاني، when I say yes he has a pen and yes he has got a pen، الإجابتين نفس المعنى، يعني أيوة هو معاه قلم. طب يا ترى السؤالين هيبقوا نفس السؤال؟ هقول لك لا طبعا. في الإجابة الأولى بيقول لي yes he has a pen، طبعا لما بص هنا على has مش هلاقي وراها فعل أساسي، يبقى مش هاخدها، هجيب مكانها does وبعدين أجيب he الفاعل، بس has هترجع لأصلها اللي هو have، فيبقى السؤال بتاعي does he have a pen، does he have a pen. أما الإجابة الثانية بيقول لي yes he has a pen، طبعا لما اروح هنا الهاز عشان ابدا بيها هاخدها عادي جدا، ليه؟ سايب وراها فعل اساسي، فبالتالي هقول has he got a pen، has he got a pen. يبقى اذا في الاولى ما ينفعش ابدا بهاز لان مفيش وراها فعل اساسي، لكن الثانيه هبدا بهاز لان وراها فعل اساسي. لو بصينا على المثال الثالث بيقول لي yes they had dinner at 9، yes they had dinner at 9 and yes أحمد had played the game، أحمد had played the game. طبعا لما بص على الإجابتين دول برضو هلاقي had جاية بحالتين اتنين، الحالة الأولى وهي في الإجابة اللي فوق هلاقي إن had جاية كفعل أساسي مش جاي وراها فعل تاني، فبالتالي مش هقدر أخدها أبدا وأبدأ بيها، فهجيب مكانها did لأنها في الماضي، فهقول did they have، لأن لازم أرجع الفعل الأصل dinner at 9، did they have dinner at 9. يبقى كده بدأت بديت، هقول له ما ينفعش اخد هاد لان ما فيش وراها فعل اساسي. طيب اما في الجملة التانية اللي بيقول لي فيها yes احمد had played the game، يعني ايوه احمد لعب المباراة، طبعا لما اروح هنا الهاد هلاقي جاي وراها فعل اساسي، فبالتالي هاخدها وابدأ بيها عادي جدا، فاقول had احمد played the game، had احمد played the game. ملاحظ ان انا اذا كان موجود اسم في الاجابه بطلعه نفس الاسم في السؤال لكن ما عوضش عنه بضمير، يعني ما ينفعش اقول had he played the game، had he played the game، لا لازم اقول had احمد played the game. يبقى اذا اذا لقيت الاجابه بيس و نو والفعل المساعد بتاعي هو have او has او had هستنى شويه، لو لقيت وراهم فعل باخدهم عادي جدا وابدا بيهم واعمل بيهم السؤال، اما لو ما لقيتش وراهم فعل هات مكانهم do او does او did ورجع الفعل الاصله اللي هو have. نيجي بقى للنوع الاخير من الاجابات اللي انا مش هلاقي فيها اصلا فعل مساعد من اللي احنا حافظينهم، يعني verb to be or verb to do or verb to have or modal verb. انا ما لقيتش اي فعل مساعد من دول، يا ترى هعمل ايه لو الاجابه بيس؟ قال لي لو الإجابة بيس وما لقيتش فعل مساعد، دايما قلنا يا جماعة إذا احتجت فعل مساعد ومش موجود في الجملة أي فعل مساعد من اللي أنا عارفهم، بروح أجيب do or does or did، do أو does أو did، بس ما ينفعش أجيب أي فعل مساعد تاني. طب وبعدين؟ قال لي بعد ما أجيب do أو does أو did بجيب الفاعل وأرجع الفعل اللي عندي اللي موجود لأصله وأكمل بقية الجملة وأحط علامة الاستفهام الكويستشن مارك بتاعتي. For example، على سبيل المثال when I say yes we like tea، yes we like tea، طبعا الإجابة هنا بيس، رحت عشان أبدأ بالفعل المساعد ما لقيتش أي حاجة من اللي أنا حافظها، يبقى لازم أروح للفعل الأساسي وأشوف شكله عامل إزاي. إحنا قلنا يا جماعة إذا ما لقيتش فعل مساعد بلاقي الفعل الأساسي في شكل من التلاتة، يا إما إنه مصدر، يا إما إنه فعل بلس إس أو إي إس، يا إما إنه بيكون فعل في الماضي. هنا هلاقي مصدر اللي هو كلمة لايك، فبالتالي بجيب دو وأقول دو يو، شكل ما إحنا عارفين إنه وي ضمير
المتكلم بتتحول لضمير المخاطب you، ويو هنا معناها أنتم لأنها جمع، فحقول do you like tea، do you like tea. المثال الثاني لما يقول لي yes Rana watches films، yes Rana watches films. طبعا في المثال ده هلاقي ان الإجابة بيس وما فيش فعل مساعد، فبالتالي هروح للفعل الأساسي هلاقي watches، الفعل ده plus es، فبالتالي لازم هجيب does. يبقى إذن هبدأ بالhelping verb بتاعي does، وبعدين قال لي هجيب الفعل وراه اللي هو runner، يبقى does runner. طب الفعل هيجي شكل ما هو؟ قال لي لا طبعا لازم أشيل منه الاس or es، فبالتالي لازم أقول does runner watch films، does runner watch films. أما في المثال الثالث لما يجي يقول لي yes أحمد ate كشري، yes أحمد ate كشري، يعني أيوة احمد ضرب كشري امبارح. طبعا لما اجي اشوف في السؤال ده هلاقي ان الاجابه بيس والفعل بتاعي في زمن الماضي، طبعا ما فيش فعل مساعد، واذا كان ما فيش فعل مساعد والفعل بتاعي في زمن الماضي اذا الفعل المساعد بتاعي اللي انا هجيبه هو did، يبقى اذا هبدا السؤال بديد، وهنا ما اقولش شكل ما قلت did he، لا لازم اقول did احمد، تاني لازم اقول did احمد. طب يا ترى هقول ate؟ هقول لك لا طبعا، لا لازم تبقى eat. وهنا ناس بتخطأ كتير جدا لان هي بتحط في دماغها ان الافعال الماضي كلها هلاقيها في اخرها دي اور اي دي، لا يا جماعة ده نوع واحد من الافعال اللي هو regular verbs، لكن انا عندي افعال regular يعني شاذة او غير منتظمة، طبعا ما ينفعش ازود لها دي ولا اي دي، فبالتالي برجعها لاصلها. فاذا هقول did احمد eat كشري، did احمد eat كشري. يبقى هنلخص الكلام بتاع النهاردة في ان لما تكون الاجابة بيس اور نو وحلاقي الفعل المساعد بتاعي verb to have، اذا هستنى شوية واقول يا ترى وراه فعل ولا ما وراهوش، اذا كان وراه فعل عادي باخده واعمل بيه سؤال، مفيش وراه فعل بجيب do or does or did. تاني نوع والاجابات اللي ما بلاقيش فيها فعل مساعد اصلا، فبالتالي بروح لدو او داز او ديد، بجيب دو لو كان الفعل في المصدر، بجيب داز لو كان الفعل في اس او اي اس، وبجيب ديد لو كان الفعل في الماضي مع ملاحظة ان انا برجع الفعل دايما لمصدر. تعال بقى نشوف الاسئلة بتاعتنا النهاردة اللي انت هتجاوب لي عليها في الكومنتس او هتعمل لي بيها فيديوز عشان نقدر نعرضها ان شاء الله الحلقة اللي جاي. Number one yes they have lunch at 3، yes they have lunch at 3. Number two yes Sammy has watched the film، yes Sammy has watched the film. Number three yes Hala had fun at the park، yes Hala had fun at the park. Number four yes Rami ran to school، yes Rami ran to school. يلا وريني شطارتك ووريني الإجابات في الكومنتس تحت أو اعمل لي فيديوز بالإجابات دي وإن شاء الله نعرضها الحلقة الجاية. Thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. السلام عليكم.